مجدة بوبنان جيسنا نادا آخر قضي نادا مغاقضي نادا من بعد روح غاربة كمرو خصغورينو مهندسة فلاحية ومن بعد خذ مغذيني قي مغذيني دوب زي 83 نش دي عربات ماشا زي التغمير دي جيسنا نادا فاميليا دي نادا الوالد الله يرحمه ينضر ذانيتا الوالد اقتع ذانيتا تاسق زعما دي جيسنا نادا دايوغ ارامي قين ليفينمون يا دي نادا وخطوة غاريشة نغني تثقق وزما وسيرد غنا ذا بور كي جبدا يتما في نونش تريمير دي جسن النادا ملي ماي من ماي وذا تريمير دي جسن النادا اين غنهارا من دمي عجبن ديال الجوليه واش شمل دي جسن يعني المنطقه ولكن ديال الجوله صموتا اولا بعدا وسيرت صموتا زياربات وسير دي كيجن غروبو نوس د نهاني جمع وسير وسير متاينوس قراري زي 2019 وفا وانيتا جديد مي ندها موتا زي 2019 وسير دن ندها متاينوس زي 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 اربات نكا ذاني تا الجولة نكا يجن لو توخ النادا باش يوداني ديوسين اطاسني يودان واسن بو النادا واخا تسن دن النادا خر خدمت يتاز دغار وسط انت ندينت ويسن بو ماني سنكا مارا مشان ماني ماني سنكن دايوغ يعجبسن اطاس بوركي يزون ديكوفيري شنو مشان واسن تكويز نشاني اثني بوركي واسن نشا تسن تاريخ شغل الناس هذه راه دايوغ ميدان غير عيش بندي منايا تصني وذان يقارن يقارنغ بانه عاد عقبو غادا ويغ فاميليا خص غنستنى هذا دونك من من لو بوت ايزي الجولايه هي ان يوذان تسنن تندينت باش عاد عقب باش عاد عقب تصني وذان واسن بو تندينت مليح حتى ساسن تيكوش ورا واسطينا مي وزعمنا هذا سندانيتا نختوها ميزرين مارا البروفيسيونالي مارا البوتنسيالي غاس غاس ندينتا تصني وذان قانا موحدا ويغ ثاواينو حدا ويغ ثامغاثينو حدا ويغ عايزينو باش هذا سن غنضا اذا ني نخص نشين باش نضا سنن هي وذان سن يزون ديكوفير بان هي وذان سن الله يعمر لهم الدار الناس ظريفين وناس قلبهم كبير و ومضيافين و المهم سي دو شوفينيزم هنا شو فرانسيس ولكن ماشي مش دنا لا فالور اجوتي لا موتو خمش كان يجي سناري شوف خميت تقد لا موتو اولا الموطار من داسي تعجبني الموطار خميت تقد لا موتو خميت بيا خاف خميت تقد فواياج طوروبيل من داشي تهمنا تقد تفضى بلي تفض غيا بلي باش تعوض ماني ما نتخسر ماني سكوا اموت بوموت ونين دهن متلا وسي تهمي بولا ديستيناسيون تهمي ثابريت يتهمي لي بيزاج نوبريت باسكو ما جاي بري يتكمو نشين صحابي موتا نتكيك الجبال اي موشان اي زريغ يروح سموتا عما سواز ما ثنقر ستونوبين اي اي جي ديكوفير المغرب نو تروا سنة واخا تو غنتسافا من تاع اكادير نتاع مراكش ولكن ما جاني غاش روح لا كاتيدرال ما جاني غاش روح ارفود الرشيدية تينغير دي زاندرو واث اي بي بريد وتكوي بريد نورمال تكري من قال انت راه ناس لي روت سكوندير زعما اي اي المغرب النقص ان تري بو بي صراحه زعما انا سموس اوسي بيان دي الشمال ك كو ديال الجنوب ماني ما تروح انا غن تري بو بي اسلاموتو تو ديكوفر البلاد تبر النم اي سيس النضا انا غير سيس ناري فني غاجا غانا شان حاش تقوى تقوث وركي اتاس خميت تقد موتا اول حاجه قانا اي وغام اي وقاتو زيد اي لي زاكسيدون توقعين كي سوموتا كي ستونوبين كي خيضاني لي زاكسيدون توقع مش من قاري ما راهي وزاد كي سي الطامغات ني غوجبو الطامغات ليكيبمون مهم الكاسك لي غون لا فيست ليكيبمون قمشا النص شوي تيتنقى ما شوي تيغرى بصح ولكن تصاغ تكيجو ما يتغيما ليكيبمون تحترم القوانين السير بلاد ما يفوس النص يتفا بريد النص هو يتيزر وسي ربي من يشتا بنقيتيري باش الكلمة باش نختم الجهة المنظمة النادي الدراجي النظر النادي الدراجي سانسيغمون اثينيكس فرانسيس ايزون سوب ايزون سوربري تو لو موند اما واحد هو تصوى بانه هذا يعذو بهذه الطريقه هذه وصراحه 10 على 10 وزعما 10 على 10 في كوشي
في التنظيم في وحتى لي زوتوريتي عاونا نغطس العماله البوليس لا جاندارموري لا سيكوريتي اني هني زعما يصنعوا بانه كومنس الواجب المنظم ليفينمون يا واجين ايش نحاش صراحه فكان دي كلشي ميم بلو ديتاي بلو بوتي دي ديتاي فكان دايس كومنس تصريح تري ميريكي وذان كلشي تراك واحد السنيده تري كونتون دايوغ زريغ دي كومونتير دي فيسبوك قاسم غريض اميغوس يخصيش كتزاد لي كومونتير دي فيسبوك انش تعرفوا امي امي نشحن ليفينمون يا جو سوي تري فيير امي قايزي سندي انت صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم كيوم عبد السميع نائب الرئيس اتحاد الدرج الناريه الحمد لله نهار تغذي العرس ذي النظار وسند الحمد لله زي مدن المغربيه ماره ونهار تغانغيج الجوله طواف نفغ زي ميركل اني وضغ زنغان نكد خص الساحلين الجديد انو زدغ مارتشيكا وممشت ورا نحاول نسبين تندين تنغ يوذان ماره اتعفر خ النظار ودقالي اول مره مشيت توقع منايا نشيت غنتحور باش نزار نعيش دقال منايا نتفغ بار المدن مراكش نعطي زمان الحمد لله ماني وثي دراسه ندين تنغ وتتوخشا الشكر جزيل العامل النظار يقيج المجهود سبحان والامن الوطني تبارك ونشكر صحافه نادور سيتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسم ديالي عامر نعمان كان عضو في نادي ابن بطوطه ديال طنجه ان شاء الله نعم سيدي الدراجات الناريه ابن بطوطه طنجه. وبصراحه كانت جوله مهمه بالنسبه لنا احنا كنادي ديال طنجه لان نادور بصفه عامه ما كنعرفوش عليها بزاف ديال المسائل ما كنعرفهمش عليها وخلال هذه الجوله اللي عملنا قمنا بها اليوم تعرفنا على بزاف المناطق اللي زعما الصراحه كتستحق الزياره وكتستحق المشاهده من هذا المنبر هذا كنبغي نقول لهاد الاخوان اللي شاركوا انهم يقوموا بواحد الحمله اللي غادي تكون في صالح ديال مدينه نادور باش نستطيعوا حتى حنايا نكونوا ساهمنا في واحد ترويج يعني ايجابي لهذه المدينه هذه. شنو الحاجه اللي لفتت الانتباه ديالكم انتم كنتم ابناء الشمال يعني كاين واحد العلاقه ترابط بين طنجه وتطوان وهذه المدن ديال الشمال شنو الحاجه اللي لفتت الانتباه ديالكم في الجوله اللي درتوها؟ اول حاجه يعني كاين مؤهلات سياحيه تقريبا كتشابه ما بين طنجه وتطوان والحسيمه والناظور يعني البحار الجبوله الغابات هذه واحد الناحيه. ثاني ناحيه واللي هي وثاني حاجه اللي هي مهمه هو حسن الضيافه الكرم تبارك الله ديال هاد الناس هادو كنا كنسمعوا بان ولكن في الصراحه الناس ديال نادور الله يعمر راس العا والله يعمر لهم بالعكس لكن حنا ما كنتسوقوش الهضره ديال عباد الله دائما الانسان خصو تيعيش اللحظه عاد يقدر يحكم على شنو كاين هذا ما كاين. الا قلت لك فتحت فرصه اخرى باش تجيو لهنا شنو الحاجه اللي يمكن نقولوا ما عجباتكمش ما تبغوش تعاودوها في هاد الجوله اللي درتوها؟ وبصراحة نكونوا واقعيين. الإخوان قالوا لي ما كرهناش كون كانت طويلة عاد أكثر. طبيعة الحال طبيعة الحال طبيعة الحال. هو بصراحة ما كان حتى شي يعني الأمور دازت في أمان الله على أحسن ما يرام. التنظيم كان في المستوى فوق المستوى. كنبغيو نشكروا من هذا المنبر هذا الإخوان ديال النادي ديال نادور اللي سهروا على التنظيم ديال هذا الحدث هذا اللي هو كبير تبارك الله راه ما نعرفش شحال من مشارك. من المغرب ومن من من اوروبا يعني عدد الدراجات ربما كان كيفوق واحد 300 دراجه ناريه على ما كنظن وكنبغي نشكر كذلك حتى السلطات حتى هي قامت واحد مجهودات جباره بحيث وفرت لنا السلامه الطرقيه يعني كان ليتينيرير ديالنا ولا الباركور ديالنا كان كامل خاص بنا احنا يعني ما وقعش هذاك الاختلاط ما بين السيارات والدراجات هذا في حد ذاته راه كيشكل واحد كيشكل واحد يعني ملي كيوقع داك الاختلاط كيوقع كتوقع شويه ديال المشاكل وكيكونوا بعض الحوادث اليوم الحمد لله شفنا شيء مغاير اللي كنا مولفين كنشوفوه يعني كان الباركور ديالنا كامل خاص بنا حنايا ما كان حتى شي سياره دخلت معنا امور دازت على احسن ما يرام نتمنى ان شاء الله هذا النادي هذا يقوم بالدوره الثانيه والثالثه والرابعه علاش؟ لان نادور باقا محتاج لواحد شويه ديال الشهره
لان بزاف اللي كتسول على الناظور مدينه صغيره مدينه مهمشه. حنا كدراجين حنا راه حنا سفراء، راه فيما كنشاركوا في شي مدينه كنحاولوا اننا نساهموا حتى حنا في النشر ديال كنشروا بعدا واحد الصوره اللي هي جميله على كل مدينه كنشاركوا فيها. وربما يقدر يكون معنا ناس اليوم في هذه الجوله هذه كيهتموا في ميدان الاستثمار، علاش لا يقدروا واحد النهار انهم يجيو حتى هما يستثمروا هنا في مدينه الناظور، لان عندها مؤهلات كبيره. وانا كنشوف الناظور كجوهره، يعني خصوصا ملي طلعنا واحد لقمه الجبل وطللنا على الناظور، يعني صراحه جوهره لا تقدر بثمن. واحد الحاجه اللي كنبغي نشير ليها هي خصنا نقوموا يعني بحملات تحسيسيه للشباب ديال هذه المدينه هذه، يعني كبيرا وصغيرا هو رجل او امراه، خصنا نقوموا بواحد العمليه تحسيسيه باش نوعيوا الناس ديال هذه المنطقه هذه انهم يتهلاو في المدينه ديالهم، راه عندهم كنز يعطيوها قيمه، ما يقولوش لا لا بالعكس، الناظور راه كنز بين يديهم. وربما من هنا عام ولا عامين تولي كتنافس المدن الكبرى ديال المغرب كطنجة ومراكش وأكادير فيما يخص مجال السياحة إن شاء الله بحول الله.